فارس عبد المجيد جاد، ناظر مدرسة نايا الثانوية بنات، وأمين صندوق فرعية شمال الجيزة. طبعا بالنسبة لمدينة الطور بتتميز أولا بالجو النقي الجميل، هواء العليل، يعني تعتبر كمشفى لأي إنسان يستطيع أن يأتي إلى هنا يرتاح نفسيا ويستعرض أيام جميلة أو يوم جميل في هذا المكان. طبعا حظنا السيء أن عيون موسى مش مفتوحة اليوم، ونتمنى أن في المرات القادمة إن شاء الله يكون مفتوح ونستمتع بحمام موسى وعيون موسى والمناظر الجميلة المبدعة الموجودة إن شاء الله. جميلة، وأول حاجة تعملها النقابة تكون مميزة، ونتمنى دايما في ازدهار وتحسن.